بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، ونرحب بكم ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي ليجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فضيلة الدكتور، نرحب بكم أولا، ثم نسرد بعض الأسئلة. سائل يسأل عن حديث: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأيضا حديث: بلغوا عني ولو آية. نعم. يتكلم في الدعوة إلى الله، ما فضلها وما ثوابها عند الله عز وجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، فإن الله تعالى أوجب على المسلمين الدعوة إليه وإلى دينه دون استثناء أحد من هذا الواجب. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويبين أن الخيرية في هذه الأمة لا تعود إلى عنصر ولا إلى جنس ولا إلى لغة ولا إلى كذا، إنما تعود إلى قيامها برسالتها الأساسية، وهي دعوة الغير إلى الخير. فيقول ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الدعوة يقوم بها المسلم بحسب ما تيسر له ولو كان قليلا، فإن الحديث التالي الذي تفضلتم بذكره يقول: بلغوا عني ولو آية. حتى لو كان الذي أعرف آية من كتاب الله، فإن علي أن أبلغها إلى غيري. والأب بين أبنائه يعرف الأخلاق الفاضلة ويعرف الصلاة، يعلم أبنائه الصدق ويعلمهم مكارم الأخلاق، ويدعوهم إلى الصلاة، ويدعوهم إلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام، وما إلى ذلك من الأمور العامة التي لا تحتاج إلى تخصص. أما إذا تعلق الأمر بفتية أو بمسألة تحتاج إلى بحث واستقصاء، فهنا نقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويمكن للإنسان أن يباشر هذه الدعوة ما بين زملائه في العمل، وما بين زملائه في الدراسة إن كان طالبا، وما بين جيرانه، وما بين إخوانه وأقاربه. المهم أن تشيع الدعوة في المجتمع المسلم، فهي طريق الخير، طريق الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: من سره أن يكون من أهل هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. ربنا اشترط الشروط دي: تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر. وفي آيات أخرى يقول مثلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيجعل عناصر الفلاح والنجاح والخروج من الخسران جزء منها يتعلق بذاتي: آمنوا وعملوا الصالحات، دي 50%، وال50% التانية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودي معناها تواصوا، أي وصى بعضهم بعضا: أنا أوصيك وأنت توصيني، وكل يأخذ بيد الآخر، والمؤمن مرآة أخيه. يبقى التعليق على الحديث الأول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. النعم هي الإبل، والحمر أي التي ألوانها حمراء، لذلك اللفظ الصحيح حمر النعم، حمر النعم. وكانت أنفس أموال العرب في هذا الوقت، كانت أنفس أموال العرب في هذا الوقت. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن لو ربنا هدى بك واحد ما كانش بيصلي وصلى، كان بيسلك مسلك غير سليم، وإنت أخذت بإيده إلى الطاعة، هذا أفضل عند الله عز وجل من أفضل حاجة كان العرب ساعتها يقدرون قيمتها. لو حولناها النهاردة بترجمة العصر الحاضر، نقول مثلا زي عربية مرسيدس آخر موديل، ها سوي لها 1,000,000 جنيه ولا أكثر من 1,000,000، الله أعلم وصلت كام. فأن يهدي الله بالإنسان رجلا أو امرأة خير له من أن يكون له عربية مرسيدس. متاع الدنيا كله، قل متاع الدنيا قليل. وده بيعلمنا إن احنا دايما
ننظر إلى ما هو أبقى وإلى ما هو أنفع، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني الدعوة فضيلة الشيخ مش مرتبطة بكمية العلم ولكن بكيفياته، أن يكون صحيح، أن يكون صحيح، ليست بالكمية، بلغوا عني ولو آية. وعندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في حجة الوداع قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هيبلغوا إيه؟ هيبلغوا كلمتين اللي سمعهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولن يعدم الإنسان المسلم وجود ولو حد أدنى من المعرفة موجود لديه. كل واحد الأخلاق كل حاجة، يعني ما احنا عندنا من العلم ربما ما يفوق كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في بداية الدعوة لا يعرفون إلا القليل، لكن كان عندهم صدق وإخلاص وعندهم حمية. ها، والواحد منهم يسمع على ما تدعوني أو إلى ما تدعوني، يدعو إلى شهادة لا إله إلا الله وأنا رسول، يأخذ كلمة الكل ويذهب بهم إلى قومه ويدعوهم إلى نفس ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل قليل إن شاء الله، ثم نعود إليكم إخواني المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم إخواني المشاهدين أخواتي الفضليات مع صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور طلعة عفيفي. فضيلة الدكتور، سائلة تسأل تقول أنا أعمل مدرسة وأريد أن أترك العمل بسبب الاختلاط، ولكن أبي وأمي يمنعان ذلك ويرفضاني، فماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ننصح بالصبر ومحاولة التحويل إلى مدرسة تناسب هذه الفتاة. طبعا عمل المرأة في مجال التدريس عمل جيد، وبخاصة من امرأة إلى بنات، نحن في حاجة إلى أن تكون هناك مدرسة لبنات ومدرس لبنين، وهذا نتمنى أنه يكون في عملية الفصل التي نتمناها، فهي تجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى ولا تقصر في البحث عن وسيلة للانتقال إلى مدرسة بنات، ولا تتمسك بالمدرسة التي هي فيها خصوصا، إنما يمكنها أن تبحث، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كما قال الله سبحانه وتعالى. وندعو الله عز وجل أن يثبتها على الحق وأن يرزقها ويفرج كربها وتجمع ما بين برها لأمها وأبيها وما بين قيامها بعمل نحن في حاجة إليها فيه، وهو التدريس لبنات إن شاء الله تعالى. سائلة تسأل هل يجوز غسل ملابس ابنها الرضيع مع ملابسها وملابس زوجها في الغسالة، يعني خوف من النجاسة ونجاسة ممكن ملابس. ممكن احتراز بسيط، طبعا لو في نجاسة موجودة في هذه الملابس ربما تختلط المياه ببعضها فيؤدي هذا إلى تنجيس الملابس الأخرى، لكن باحتراز بسيط يمكن أن تضعها مثلا قبل أن تضعها في الغسالة تحت الحنفية وتمشي عليها المية وتعصرها عصرتين ثلاثة بحيث تزيل منها النجاسة، وبعد ذلك تطرحها مع بقية الملابس ولا شيء في هذا إن شاء الله. الله يبارك فيك. سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ ما حكم سلس البول أثناء الصلاة، يعني إذا حدث له سلس بول وهو بيصلي أو سلس البول وانفلات الريح والاستحاضة بالنسبة للمرأة وهو الدم الذي ينزل في غير أيام الحيض كلهم حكمهم واحد، هؤلاء جميعا أصحاب أعذار. ومعنى أصحاب أعذار يعني يتوضؤون لكل صلاة، بعد الأذان ما يأذن يتوضأ وبعد كده يصلي مباشرة، حتى وإن نزل البول من صاحب السلس أو انفلت الريح من صاحب الريح، أو حتى الحديث يقول صلي وإن قطر الدم على الحصير بالنسبة للمستحاضة. فإذا كان هناك عذر يجعل الإنسان لا يحافظ على وضوئه كهذه الأحوال التي ذكرناها ومنها سلس البول، فإن لصاحبه أن يتوضأ لكل صلاة فريضة، ويمكنه أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل، لكن كل فريضة يراعي أن يتوضى بعد الأذان ويبدأ الصلاة مباشرة حتى يقلل من فرص نزول البول أثناء الصلاة. نعم. معنا سؤال واتصال من الأخت أم أحمد، فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ عن حاجة. تفضل. احنا عندنا قطعة أرض اشتريناها بس احنا مش عارفين إذا كنا هنبنيها لسه ولا نتاجر فيها، دي عليها زكاة مال؟ نعم. طب وزكاة المال لو طلعت ممكن نتبرع بيها لبناء مسجد؟ نعم. حاضر. تفضل فضيلة الشيخ. بالنسبة للأرض التي يجب إخراج الزكاة عنها الأرض التي أعدت للتجار،
التي أعدت للتجار، يعني واحد بيتاجر في عقارات، أيوة. يشتري بيت، يشتري محل، يشتري أرض بنية أنه يتاجر فيها، يعني تغلى وثمنها يزيد يقوم إيه يطلع عليها زكاة وما إلى ذلك. أما إذا كانت الأرض اتخاذها للقنية، يعني حاجة خاصة أو شخصية لي، أو لم تتحدد فيها النية بعد، لم أعرف هل يا ترى هبنيها ولا هبيعها، الأمور لم تتضح بعد، فهذه ليس عليها زكاة. إنما الزكاة على ما أعد خصيصا للتجارة، وأصبح الإنسان يتقلب ما بين أرض وأخرى أو منزل وآخر وما إلى ذلك بنية للتجار، ودي الوسيلة اللي بيتاجر فيها، فأصبحت عروض تجارته عبارة عن عقارات. لكن إذا اشتريت الأرض بنية البناء عليها أو لم تتضح الرؤية بعد، يبقى لا زكاة عليها. طب ولو كان عليها زكاة مثلا هي من عروض التجارة، ممكن تخرج الزكاة للمسجد؟ هي مسألة المسجد فيها خلاف، هل يدخل المسجد في قول الله تعالى وفي سبيل الله ولا ما يدخلش في المسألة دي. فإحنا بنقول والله لو مسجد في منطقة نائية والناس فعلا محتاجة إليه بشدة، لأن المساجد النهاردة متجاورة ومتلاصقة ويشوش بعضها على بعض وما إلى ذلك، لكن لو إنه في منطقة نائية ولا يوجد ما يمول هذا المسجد إلا مال الزكاة، ممكن يديله جزء من الزكاة، لكن نعمم بفائدة الزكاة على أيضا الفقراء والمساكين وما إلى ذلك، والله أعلم. المصارف الثمانية، المصارف الأخرى يعني. طيب على أقل ثلاثة منها يعني. نعم فضيلة الشيخ، أختي تسأل هل يجوز كشف الوجه أمام أخو الزوج؟ ناخد بالنا أنه في محرم، محرم مؤقت وفي محرم أبدي. مؤبد. المحرم المؤبد الذي لا يجوز لي أن أتزوج به كوالد الزوج أو ابنه أو أخويا، عمي، خالي، ده اسمه محرم مؤبد. أما المحرمين تحريما مؤقتا فهؤلاء لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمامهم إذا كانت منتقبة، مثلا أخ الزوج وابن عم الزوج وابن عمته وابن خاله وقريبه من أي جهة، ولا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يسافر معها ولا وما إلى ذلك، لأنه بالنسبة لها أجنبي. إذا مات زوجها أو طلقت منه جاز له أن يتزوج بها، وهذا التحريم المؤقت لا يترتب عليه تحليل شيء هو محرم في الأصل أو ممتنع عنه المرأة مع الأجانب يعني. نعم. فضلت الشيخ يسأل يقول طلقت زوجتي، هو كل خطيبتي ولكن ربما يكون عاقد يعني، بسبب مرضها النفسي وبسبب مس الجن لها، فهل عليه من وزر أو إثم؟ مسائل الجن والعفاريت واللبس والمسائل دي، هذه معظمها في معظمها مسائل ظنية، مسائل ظنية، بمعنى أنه كثيرا مما نراه، واحد مثلا يجي له شوية صداع في راسه يقول لك أنا ركبني عفريت، عندي ركبتي مش عارف فيها ألم، أنا ممكن يكون لبست جن مش عارف إيه. المسائل دي يعني مسائل حساسة جدا، ورمي الناس بمثل هذه المسائل لأن عليها مس أو عليها لبس أو ما إلى ذلك، دي مسألة فيها شك كبير. وتتشابه في معظم الحالات، يتشابه المرض النفسي مع الإيه، وأحيانا تبقى ادعاء فضلت الشيخ، أحيانا بيبقى وهم. يعني أنا كثير من إخواننا كان بيتصل بينا يقول مثلا والله أنا بشوف أحلام مزعجة مثلا، فأقول له إيه، أقول له خد بالك أنت لو نمت متعشي عشاء ثقيل وبدون أن تتمشى تعشى وتمشى، ممكن جدا جدا هذا يؤدي إلى هلواسة طول الليل، فأنت احرص على أنك أنت لما تتعشى يكون العشاء خفيف حتى لا تدخل به المعدة ويبدأ يطلع على الهلاوس اللي بتشوفها دي. يجي واحد يشتكي مثلا يقول لك إيه، أصلا أنا دايما صدري ضيق ودايما بحس باختناق والكلام ده كله، فبقول له دي أعراض الضغط الوطي، لو انخفض الضغط تشعر ممكن جدا بضيق في الصدر وما إلى ذلك، لو إنك أنت أخذت أي شيء من الأشياء اللي ترفع الضغط هتبص تلاقي الأمور دي أنت عايش وبيت كويس. فأنا مش عايز الناس كل حاجة يجي يقول لك دي عفاريت وجن وما إلى ذلك. وبالتالي مسألة إن أنا أتسرع في تطليق زوجتي، قول إن هي حاولت كمال الانتحار فضلة الشيخ، دي مسائل أخرى بقى يفتي فيها مين؟ دكتور الأمراض النفسية.
إذا كان الدكتور أمراض نفسية قال إن فعلا دي عندها مرض نفسي وما إلى ذلك وأنا لا أستطيع تحمل مثل هذه المسؤولية وطلقتها، يبقى ما يعني لا ذنب علي إذا اكتشفت هذا ولم أكن أعلم به من قبل. لكن لو قيل لي وعرفت وأنا رضيت وصبرت كنا نقول له لا أصبر بقى ولا يعني. أصبر واحتسب. نعم. فضلت الشيخ، سؤال هنا يعني طويل جدا، تقول السائلة فيه أن زوجها يعني ضعيف جنسيا ولكن مع هذا الضعف تزوج عليها بزوجة أخرى، فهل يحق لها أن تتطلق منه؟ أيضا احنا خد بالك ان احنا بنسمع من طرف واحد. ايوه يعني ما الحاجات دي بتديها الحاجات دي قضيات ديت مش فتاوى قضيه دي. لا ده في حاجه ثانيه. لا في حاجه ثانيه. المراه التي تقول مثل هذا الكلام تحاول ان تتلمس اي مخرج عيوب واي عيوب. ده ممكن جدا زوجها ده راجل محترم جدا وكويس جدا وهي لا ترى فيه اي عيب، لكن بمجرد يتجوز عليها تبدا بقى تقول ايه بقى ده لا في ده ملوش ده ما فيش في الستات خالص. نعم. ده مش عارف ده كذا ده مثل هذه المسائل. نعم. وبعدين بتقول هل يمكنها ان تطلب الطلاق منه؟ انت لو انت متضرره من موضوع الضعف الجنسي اللي بتقول عليه من الاصل طب ما طلبتيش ليه الطلاق من البدايه؟ من قبل ان يتزوج مثلا. نعم. مثلا. لكن الهوى توافق مع ميولها في هذا الامر ان ايه قال يعني ضعيف جنسيا اصل ما هوش فاضي خالص. طب ما برضه ما هوش فاضي ايام قبل ما يتزوج مثلا. مثلا. نعم. فيعني يعني انا اقول للسيدات الفضليات هذا امر اباحه الله سبحانه وتعالى وشرعه الله عز وجل، ولا تنظر المراه الى نفسها في هذا الامر، انما كما ترى مصلحتها ترى مصلحه الاخريات. يعني انا قرات او سمعت احصائيه ان احنا بنجد ما بين كل اربعه من النساء واحده متزوجه. والثلاثة الأخريات ما بين أرملة ومطلقة وعانس والنسبة بتزيد وبعض الدول العربية بتزيد أكتر من كده بكتير. فأنت النهاردة لا تنظر إلى مصلحة واحد من أربعة وتهمل أو تتغافل وتتناسى مصالح الأخريات. فيعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تؤخذ المسألة بنظرة فيها نوع من اللا أنانية واللا نظرة بشيء من الحرص على الذات، ها، وإنما وجود المرأة في بيت زوجها مراعية لزوجها ومراعية لأبنائها وبناتها وأن تعيش في كنف زوج، هذا أفضل من موضوع الطلاق. لا تسأل مرأة، الحديث يقول لا فيما معناه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة والمختلعات هن المنافقات. إذا لم يكن هناك الآية تقول إيه فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، فربطها بإن إحنا شرع ربنا مش ضايع بينا، إن إحنا مش قادرين نتعاشر بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نتعامل كزوج وزوجة بمودة ورحمة وسكن وما إلى ذلك، يبقى هنا في أسباب قوية. لكن لمجرد أنه تزوج بزوجة أخرى هذا ليس مبرر الطلاق والله أعلم. جزاكم الله خيرا. طب معنا اتصال، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله حضرتك انا بنتي لسه في الملحفه يوم 27 رمضان وعندها 15 سنه ونص. فالمديره رافضه ان هي تلبس الملحفه في المدرسه، فقالت لي الوزير منزل لبس زي معين. فانا قلت لها تلبس الزي المدرسه تحت الملحفه، فقالت لي روحي قولي للوزير. فانا كلمت وكيل وزاره قبل فقال لي طلب وندرسه ورد عليك. فانا رحت قال لي لا ده احنا هنا مش مسؤولين، روحي لاداره التربيه والتعليم وقولي لهم. فدلوقتي لو رحت لاداره التربيه والتعليم وبرده رفضوا، ايه العمل؟ فانا يعني قلت لو هم منعوا في اداره اللي هي بتاعه التربيه والتعليم. فانا قلت للمديره تخش جوه المدرسه تقلع الملحفه وتحطها في قلب كيس وتبقى بزي القميص والجيبه وتلبسها، وقبل ما تخرج من المدرسه برضو تلبسها تاني. طيب. ده كده يبقى مش حرام، يبقى هم عليهم وزر، لان البنت قالت مهما كان انا مش هقلع الملحف. جزاكم الله خيرا. حاضر، معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اخ مروان. ممكن اسال الشيخ؟ اتفضل. الشيخ عندي هاي محل مال العاب. عندي محل مال العاب
اشني حكم ماله يعني؟ محل العاب؟ بحكم الحكم على محل مال العاب. العاب اطفال؟ نتورك بشبكة. لعب اطفال يعني ولا لعب ايه؟ بلاي ستيشن يعني وكده؟ العاب اطفال. نعم العاب اطفال. الالعاب المجسمة قصدك يعني؟ بلاستيكية العاب اطفال. العاب حربية. العاب حربية. حكم الالعاب دي الالعاب على الشبكه يعني شبكه الانترنت؟ العاب نتورك. نعم شبكه. ايوه في العاب. نعم العاب حربيه. جيبز العاب بلاي ستيشن يلعبوا ويدخلوا يعني على مواقع عندي لعبه حكم عن حرب فيها بالعراق. طيب قالوا لي عليها هي حرام وفيها يعني حرب بين المسلمين والكفار وممكن تقوم تخص الاسلام يعني. ايوه وهدم مساجد و مستشفيات يعني وحرب المسلم اسمه يعني. ماشي حاضر. يعني حاضر 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 نحن حاضر. لن ننتصر على اعدائنا بالالعاب ويعني المسلم القوي خير في اللعبه. فضلتك معلش بيقول له مثلا يبقى له نقاط معينه لو هدم كم مسجد يبقى هي يعني ايه وكانها موجهه العاب موجهه. هذه سمعت عنها يعني الالعاب ديت بتبقى موجهه العاب بين المسلم وبين غير المسلم في فيها هدم مساجد يبقى ليك نقطه كده يعني عدو اتنين واحد يمثل عدو مسلم وغير مسلم واحد يمثل عدو واحد يمثل صليب وكده وكلام من ده يعني انا خلينا نتكلم بصفه عامه نتكلم بصفه عامه. نعم اولا ينبغي الا تشغل هذه الاشياء شبابنا عن العباده والطاعه وأداء الصلوات وأن تغلق هذه الأماكن في أوقات العبادة والذكر. وإذا قيل الله أكبر ينبغي أن يغلق المحل ويذهب هؤلاء الشباب جميعا إلى الصلاة وأن تكون هناك رقابة على هؤلاء الأولاد خشية أن يدخلوا على مواقع فاضحة أو مثيرة أو مشينة. يبقى ينبغي أن أنا أكون عيني على هؤلاء الأولاد أيضا وأعتبرهم أبنائي وإذا جاءوا إلي أستفيد بوجودهم لأنصحهم وأوجههم وأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك قضاء أوقات طويلة أكثر من اللازم أنصح الأولاد أن هناك واجبات عليهم واجبات صلة أرحام عليهم واجبات حفظ القرآن عليهم واجبات قراءة وانتفاع بالكتب وما إلى ذلك. أما قضاء أوقات طويلة أمام الكمبيوتر والإنترنت وما إلى ذلك مضيعة للوقت ومدمرة لكثير من الطاقات وكذلك تكره الأولاد في الدراسة وما إلى ذلك مما هو واضح. طب سؤال حضرتك الأخت اللي هو لسه احنا برضو عايزين نكمله. فإذا رعينا هذه الضوابط وبيأتي أولاد ينفسوا عن نفسهم في أوقات مثلا نص ساعة ولا ساعة ولا بتاع في مقابل أجر بيدفعونه تحت عيني ورؤيتي ما فيش مشكلة. وبتغلق الأماكن أوقات الصلاة أيضا وعين هؤلاء الأولاد على الصلاة ما فيش ويتخير لهم الألعاب المباحة اللي يتخير الألعاب المباحة لأنه ما أبيح يقول لك كده ما أجيز واقعا أجيز تمثيلا ما أجيز واقعا أجيز تمثيلا. فانت النهارده لما تحطني في موقف عدو وبهدم مساجد وبقتل مسلمين وما الى ذلك وامثل عدو لا انا لا احب هذا العدو ولا اتشبه به مطلقا. انما ينبغي ان يكون هناك نوع من اختيار الاشياء المفيده لهؤلاء الاولاد التي تعود عليهم من نفع في دينهم ودنياهم. جزاكم الله خير. ربنا يبارك في الجماعه. احنا لسه كنا بنتكلم في البدايه في الدعوه لله. الدعوه لله يستغل الفرصه. نعم نعم معنا اتصال من ام زياد. السلام عليكم. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. انا كنت عايزه اسال سؤال. انا بقالي اكتر من اسبوع نفسيتي زي الزفت ومنهاره. انا الحمد لله متجوزه وربنا كرمني بزياد 4 سنين وعندي ولد تاني عنده 1 سنة و3 شهور وما كنتش عامله حسابي ان انا اخلف تاني وانا بولد قيصري. وبعد كده فوجئت ان انا حامل في اسبوعين. ايوه. المهم انا رحت للدكتور وكده هو قال لي لو عايزه تنزليه وكده ماشي مفيش مشاكل. بعد كده انا خفت استحرمت خفت ان دي حاجه تغضب ربنا خفت من غضب ربنا عليا. وزوجي طبعا رفض واهلي كلهم رفضوا وكله قال لي لا خلاص ارضي باللي ربنا كتبه لك. انا عايز اعرف يعني هل يجوز ان انا انزله؟ في ناس قالوا لي ان هم اتصلوا بدار الافتاء ودار الافتاء قال يجوز بدل لسه الروح والنبض ما نزلوش. حاضر فضيله الشيخ يجيبك ان شاء الله. بس بعد سؤال الاخت اللي بنتها عندها 15 سنه
وتلبس الملحفه في المدرسه. طيب اتفضل حضرتك. انا يعني اريد ان اقول زي المراه ليس له مسمى خاص، وانما مواصفات، فضفض لا يصف لا يشف، لا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات، وليس زينة في نفسه. فإذا كان زي المدرسة مثلا كحلي أو بني أو زيتي أو أي شيء من هذه الأشياء، وفوقه خمار طويل يستر ولا يحدد ولا وليس زينة في نفسه، ما المانع إن أنا ألتزم بهذا؟ لكن إن أنا ألزم نفسي بأن يكون على هيئة عباءة أو على هيئة ملحفة أو ما إلى ذلك، دي مسائل ليست بلازمة، ولا يعني كما يقال لا لزوم إلا بما ألزم الله ورسوله، لا لزوم إلا بما ألزم الله ورسوله. فإحنا إذا كان دي ضوابط الزي الشرعي، ضوابط الزي الشرعي إذا وجدت تحت أي مسمى زي شرعي، يعني إحنا بنجد سيدة تلبس جلباب وخمار خير وبركة، واحدة تلبس عباية خير وبركة، واحدة تلبس ملحفة خير وبركة، ها؟ وأنت تجد عادات وأعراف الشعوب بتختلف من مكان إلى آخر، لكن إحنا يهمنا في النهاية الضوابط والمواصفات والمحددات التي تقول هذا هو الزي الشرعي. فإذا توفرت في زي المدرسة هذه المواصفات فلتحافظ عليها، ولا داعي أنها أنا ممكن أعقد البنت تخرج تلبس لبس وتقلعه وهي داخلة وتخرج تلبس مش عارف إيه، طب على إيه؟ إحنا نفصلها تفصيل بتاع المدرسة بمواصفات تتفق مع ما قال به الإسلام، ويوفر عليها ويوفر ويكون دعوة داخل المدرسة نفسها. أيوة. لبقية البنات إنهم يلتزمنا بمثل هذا الثوب الفضفاض الواسع. والله أعلم. طب أم زياد تعبانة نفسيا بسبب الحمل، وهل يجوز لها أن تسقط نفسها؟ الحمل هبة ربنا سبحانه وتعالى بيهبها لمن يشاء، وخير ساقه الله تعالى إليها، وهي تجرب حال الناس المحرومين من الأولاد شكلهم إيه. تشوف الناس اللي مش لاقية أصلا، مش لاقية تحمل، وبتجري على الأطباء شمال ويمين وتتمنى إن ربنا يكرمها بأي شيء. الحديث لما قال اعزل عنها، قال اعزل عنها وسيأتيها ما قدر لها، وسيأتيها ما قدر لها. فلما عزل عنها وحملت بعد ذلك، جاء وقال يا رسول الله إن الأمة حملت، فقال ألم أقل لك اعزل عنها وسيأتيها ما قدر لها. فأنت أخذت بالأسباب التي كنت تريدين ألا تحملي بها، ومع ذلك شاء الله عز وجل أن يأتي الحمل، يبقى نقول إيه؟ سيأتيها ما قدر لها. ومسألة بقى نفخ الروح وما نفخ الروح والكلام ده كله، ده كلام غير صحيح، لأنه بمجرد ما أنت تلتقي البويضة بالحيوان المنوي بيبقى فيه تخليق، وبتبدأ المسألة يوم بعد يوم بعد يوم في نمو وفي تدرج وفي تغير في حالة الطفل يوم بعد يوم، ولو حتى لساعة ولو ليوم لو لأسبوع. ويعد النهاردة، خلينا نقول لو هذه المرأة وهي حامل تعدى على جنينها شخص آخر، مش هقول بقى لا عندها زياد ولا عندها حد تاني، لا ده الحمل الاول وحريص عليه جدا، وجي واحد تعدى عليها بضربه او بصدمه واسقط جنينها، يعتبر قاتل نفسه ولا لا؟ وعليه دية. ها، هي نفس المعنى، اذا عمدت الى اسقاط هذا الجنين تعد قاتله لنفس، ويجب عليها دية ويجب عليها كفاره. ها، ده اذا تعدت. فالحمد لله زوجك موافق، واهلك كلهم بفضل الله تعالى موافقين، مسألة يعني ما القضية مش مستاهلة التعب النفسي والانهيار. لا 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 لا، بالعكس، عشان يمكن يهب لمن يشاء. بتلد قيصري يعني، أصل القيصري ما بتشعرش بحاجة، القيصري ده لعب عيال، ده النهاردة حتى مش حاسين بيها يا دكتور، معلش نقول الله يعينهم. لا أقول لحضرتك حاجة، حتى السيدات اللي ممكن يولدوا طبيعي، أي، علشان تتجنب آلام المخاض وآلام الوضع بتروح تقول القيصري. فهنا النهاردة أصبحت عملية القيصرية مش بالصعوبة. وأنا أعرف بعض السيدات ممكن تولد خمسة وستة قيصري. فيعني أرجو إن احنا نرضى بما رضيه الله لنا، ونطمئن إنه ده اختيار الله عز وجل، ولو ترك الأمر الإنسان نفسه لاختيار الله عز وجل لكان خيرا له وأفضل، ولا داعي لا نتألم ولا نحزن ولا ولا ولا، دعونا من هذا كله،
وان شاء الله ربنا مش عارفين الخير فين. صحيح. يمكن الخير هيبقى في ده بالذات ليكوا وللعائله ككل ولاخواته، واسال الله تعالى التيسير. جزاك الله خيرا. معنا اتصال من الاخت ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته ابو عبد الله. طب السلام عليكم. اتفضل يا اخي. اتفضل يا اخي. بارك الله فيك. حضرتك زوجة جمعت زوجها وهي حائض. ايوه. وقرر يطلقها، فعايز اعرف حقها الشرعي ايه. السؤال ده كان جاي. طيب حاضر اتفضل. جزاكم الله خيرا. السؤال اللي كان مكتوب في الاس ام اس. زوج جامع زوجته وهي حائض وهي تعلم ولم تخبره. يعني هي تعلم انها حائض وجامعها وهي حائض ولم تخبره، فطبعا الموضوع ده مأثر فيه جدا، فعايز يطلع. فبقول ايه حقوقها؟ يعني الخطأ لا يعالج بمثل هذه المسألة. ما هوش يعني قطع رقاب، قطع رقبه ولا قطع رقبه او اسم وسط. ها هو خطا، هو خطا وارد، خطا. ويعني احنا محتاجين نتعلم ومحتاجين ان احنا نتفقه. الله اعلم، ما يمكن ما حدش قال لنا ده حرام. يمكن احنا بنقول احتمال ولا 1% ولا 1%، او كانت لا تزال المساله في بدايتها او في مؤخرتها او ما الى ذلك. على أخطأت فضلت الشيخ يعني. نفترض أنها تعمدت الخطأ. تعمدت الخطأ. هي ذنب من الذنوب. أيوة. يستوجب أن الإنسان كما قال العلماء يستغفر الله سبحانه وتعالى منه ويتصدق بصدقة. أيوة. وبعدين يا سيدي الحديث يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فيعني لو هي غلطت الغلطة دي هتلاقي واحدة تغلط غلطة تانية، ولو جبت واحدة تانية ممكن تغلط غلطة تالتة. فلا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فضلا أنه ده خطأ ربما لم يتكرر أو لن يتكرر بعد كده. نعم. ولو أنه وقف منها موقفا بين العين الحمراء. أيوه. وزي ما بيقول كده أنه خلاص قال لها أنا هطلقك. أيوه. بعد كده هتصوم وتصلي. وهتحرم بعد كده تعمل حاجة زي كده. فيعني نحن لا نشجع على اللجوء إلى أمر الطلاق بالشكل المتسرع هذا. ونتمنى من الله عز وجل يعني، وبخاصة ممكن هي أكيد يعني لما حست بخطورة الأمر أكيد اعتذرت له، قالت له أنا أسفة ومش هعمل كده تاني وبتاع. فيعني من اعتذر إليه فلم يقبل لم يرد عليه الحوض. وإحنا بنشتكي من تصاعد وتيرة الطلاق وكثرة حالات الطلاق إلى درجة يقول لك كل ست ذائقة حالة طلاق، ومعظمها بيبقى في بداية الحياة الزوجية. حاجات تافهة جدا. واعتبرها سيدي اعتبر هذه كأنها أختك وأخطأت في حق زوجها، تحب جوزها يعملها إزاي؟ يعني لو أن أختك صدر منها مثل هذا الخطأ، ها، وبعدين ندمت على ما حدث وجوزها مصر، أنت تحب أن يعملها إزاي؟ هيخطأ أكيد. أيوة. إحنا بقى اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، فما تحبه لنفسك أحبه لغيرك، وما تكرهه من لنفسك اكرهه لغيرك، والله أعلم. فضلت الشيخ، ما حكم الاشتراك في البرنامج التكميلي في مصر للتأمين المعاش؟ ايه صورته؟ ما وضحش. برنامج المعاش التكميلي بشركة مصر للتأمين. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. الحكم على الشيء. انا اشوف ايه اللي بيحصل، وان كنت يعني لا اتوقع من شركات التأمين انها تتقي الله سبحانه وتعالى. هي تريد ان تتربح وتريد ان تتعاقد مع الناس عقودا مبنية على الغرر. يجي يقول لك مثلا ادفع مش عارف ايه، واذا سددت الاقساط كامله هتاخدها بفوائد كذا، واذا مت ليها يبقى الله يرحمك هتاخد اولادك ياخدوا معاش، واذا حاولت ترجع في كلامك وتاخذ اموالك التي اودعتها ساعتها هنخصم منها كذا، كلها مبنيه على غرر. فاذا كانت المساله بهذا الشكل لا اشارك. وبعدين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والبر مطمئنت إليه النفس، والإثم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الله أعلم. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي. وفي الأخير نشكر لكم إخواني المشاهدين وأخواتي الفضليات، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يحتار دليلك